يعني مش عبد الرب اللي عمل فيك كده يا عرب؟ لا يا باشا، انا اللي عملت كده. الحاج عبد الرب ما عملش حاجه. وانا يا باشا بيرزيني في اكل عيشي. وانا يا باشا. طب يا باشا كلهم اعترفوا، وانا هقف ليه بقى؟ يا سعاده الباشا، انا كل اللي عملته ان انا كنت بصلح ما بينهم. باشا، الحاج عبد ربه ملوش دخل بالقصه دي. حكم هو راجل مش كذاب، يعرف ربنا. ادخل. تمام يا باشا. استاذ علي السويركي يا باشا عايز يقابل حضرتك بخصوص الجماعه دول. خليه يدخل. حاضر يا باشا، اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور. علي السويركي المحامي. حاضر مع مين يا متر؟ ده الاستاذ علي السويركي المستشار القانوني لعيله ابو الدهب يا بيه. لا يا فندم، انا حاضر مع عرب السويركي اخويا. انت يا ابني تجيب اختك تقول الكلام ده وتقول ان عرب اتحرش بيها عشان اعمل لكم محضر واحولكم للنيابه. بعد اذنك يا باشا، يعني اذا سمحت لنا، يعني المسامح كريم يا باشا. وعرب خلاص حس بغلطته، هي زي ما تقول كده كانت ساعة شيطان وعدت الحمد لله. لا يا فندم، احنا بقى متمسكين بحق القانون وحق الدولة، وعايزين المتضرر من العرب يعمل له محضر. احنا كمان هنعمل محضر لعبد الرب، هنتهمه فيه بالبلطجة وفرض السيطرة والسطوة، وبطالب باستخراج اذن من النيابة بتفريغ كافة الكاميرات الموجودة في محيط الواقعة. لا متر، معلش يا باشا، متر ما حضرش، ما اعرفش اللي حصل. الرجاله اللي عملوا كده فيا قالوا حاجة عبد ربه ما عملش حاجة، وأنا كده مرضي يا باشا. بالنسبة لي أنا مسامحهم، هما أخواتي وواكلين في طبق واحد مع بعض. فيو مشاهدة أكثر بحث أقل.